رئاسة الجمهورية تصدر بياناً بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة. نيكاراغوا تعلن رسمياً الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ونتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلي وتقدمه البطيء في غزة. القوات الأمريكية تشن 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة لقوات الحوثي و7 صواريخ كروز مضادة للسفن. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة، وأكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات إلى غزة كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع. وأضاف البيان أن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلى أن قصف إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر 4 مرات حال دون دخول المساعدات. وأكد البيان أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش. كما أضاف البيان أن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك ما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر. وأشار البيان إلى أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن أي محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل. للمزيد ينضم إلينا هاتفين دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. بعد التحية دكتور طارق، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الأوضاع في قطاع غزة، كيف ترى هذا البيان؟ تحيات لحضرتك ولكل المتابعين. أتصور أن يعني هذا البيان بيتسق تماما مع دور الدولة المصرية. الدولة المصرية هي الدولة القانونية الملتزمة بكل الاتفاقات وبكل فكرة التنظيم الدولي وفكرة الشرعة الدولية، ودائما ممارستها تتفق مع خطابها السياسي والدبلوماسي والإعلامي. تصور أن الدولة المصرية لم تتوانى لحظة واحدة في تقديم كل الدعم وكل تلك المساعدات للإخوة الأشقاء في فلسطين. معظم النسبة الأكبر من هذه المساعدات من قبل الدولة المصرية رغم هذه الظروف الاقتصادية. مصر لم تتوانى على الإطلاق في تسهيل كل يعني الدعم الذي يقدم في للإخوة الفلسطينيين في غزة من خلال استقباله في مطار العريش ثم إرساله بعد ذلك. مصر أيضا مكنت كل القيادات والزعامات والشخصيات العالمية النافذة من أن تتواجد على في أرض يعني معبر رفح وتشاهد بأنفسها الواقع والممارسة على الأرض، وهذه الجهود المخلصة المضنية لتذليل العقبات وإدخال المساعدات بشكل يعني يتناسب مع حجم المعاناة. ورغم ذلك كل هذا العنت كان الجانب
الإسرائيلي مصر تعاملت معه بمهنية واحترافية بضربة وميراث وبقدرة على احتواء كل هذه المماطلات والمراوغات. لكن دكتور طارق، لماذا كل هذه التصريحات بعد كل الجهود التي قامت بها مصر في الآونة الأخيرة وما زالت تقوم بها من حيث إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، لماذا كل هذه التصريحات من الجانب الأمريكي المنافية لهذا الدور أو التقليل من هذا الدور؟ أنا في تصوري يعني هي مصر يعني لا تنتظر يعني ولا إشادة ولا مدحا ولا ذما، لأن دورها وأدوارها واضحة وراسخة بالتأكيد، ويعني سواء كان على مستوى تقديم المعونات والدعم، سواء على تقديم مستوى تحقيق الوساطة وتخفيف التصعيد، مستوى تحقيق التسوية الشاملة بعيدا عن فكرة التصفية، التصدي للتصفية والتصدي للتهجير، يعني كل هذه المسارات وكل هذه الأدوار تقوم بها الدولة المصرية. دائما الشجرة المثمرة هي التي يعني بيتم توجيه لها مثل هذه السهام. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم الذي يعني التي قدمت وتقدم وستقدم يعني هذا الدعم وهذه المسارات المختلفة وهذه الأدوار المتكاملة، لأن يعني مصر لها تلك الرؤية الاستراتيجية الكبيرة المتكاملة لحل هذه المشكلة العويصة. ومصر يعني تعتبر نعتبرها كالدليل أو كالمرشد، ومصر دائما ما تدعو وتكون هي الأصل في الدعوة إلى عدم الانحياز إلى إسرائيل أو الدفاع عن الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة أيضا. دائما يعني الدور المصري ينطلق من هذه من ذلك التاريخ وهذه السوابق وقدرات الدولة المصرية وهذا المخزون التاريخي والثقافي والسياسي والحضاري للدولة المصرية. فمصر هي في تصديها وفي مقارباتها المختلفة للقضية الفلسطينية تتعامل في كل المسارات وعلى كل المستويات، لم توصد بابا، لم تغلق يعني نافذة في سبيل التواصل مع كل الأطراف المعنية في سبيل يعني وضع الحلول الناجعة والتصدي منذ اللحظة الأولى. أكد الرئيس السيسي لابد أن نتعرف على الجذور الرئيسة والأسباب الحقيقية لهذه المشكلة. المشكلة ليست مشكلة يعني أعمال عنف أو أعمال مقاومة، المشكلة مشكلة استيطان، انسداد أفق سياسي، احتلال، استعمار. هذه هي القضية يعني ما زالت يعني أطول قضية استعمار واحتلال ليس لها أفق سياسي. لذلك كان الرئيس السيسي ومنذ اللحظة الأولى وفي قمة القاهرة للسلام أكد على ضرورة التصدي للجذور الحقيقية للمشكلة، التصدي الفوري ووقف إطلاق النار، وأن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته بدلا من أن تطلع الدول الكبرى بمسؤولياتها التي كانت مؤتمنة عليها من قبل الأسر الدولية، تقوم بتوجيه التهم على الدول التي يعني تشارك بإيجابية في كل المسارات لحل هذه القضية. ولا تنتظر يعني ثناء ولا إشادة، وإنما تطلع بذلك إيمانا منها بأن هذه القضية جزء من الأمن القومي المصري، مزروعة ومغروسة في الوجدان المصري قيادة وحكومة وشعبا. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك. يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من جميع الدول بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. في السياق ذاته تستقبل مستشفيات العريش عددا من الجرحى الفلسطينيين ومرافقهم لتلقي العلاج في مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد. والمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. محمد، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأيضا استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين.
نعم مدينة، بعد التحية ورحب بك مجددا من محافظة شمال سيناء وبالتحديد من مدينة العريش. الجديد لدينا الآن من داخل مطار العريش، والذي يستعد لعملية إجلاء قطرية تحمل على متنها حوالي 25 مصابا فلسطينيا برفقة 45 من ذويهم. أيضا مطار العريش الدولي استقبل أمس 3 طائرات، واحدة قطرية وتركية وطائرة للصليب الأحمر الألماني. هذه الطائرات تقدر حمولتها بحوالي 120 طن من المساعدات، تنوعت ما بين المساعدات الطبية ومستلزمات الطبية والخيام والوقود وغيرها. هذا فيما يخص الجديد لدينا الآن من داخل مطار العريش. أما فيما يخص معبر رفح، فبحسب البيان الصادر من الهيئة العامة للمعابر والحدود، فأن هناك 80 شاحنة مساعدات إغاثية وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر العوجة، وحوالي 6 شاحنات أخرى، منها 4 شاحنات سولار و2 غاز طبيعي، و160 شاحنة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم. أيضا فيما يخص عبور الجرحى والمصابين من معبر رفح، فهناك إحصائية تدل على أن هناك 29 مصابا وجريحا عبروا من معبر رفح إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد، يرافقهم 39 من ذويهم إلى المستشفيات. يعني هذه هي الإحصائية التي يعني صدر بها بيان من الهيئة العامة للمعابر والحدود بعدد الشاحنات وعدد الجرحى والمصابين الذين عبروا من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية. لا تزال بالفعل الجهود المصرية متواصلة في تقديم كافة أشكال الدعم والحماية والرعاية الطبية لجميع الجرحى والمصابين الفلسطينيين. أيضا هناك جهود كبيرة من قبل الهلال الأحمر المصري في إطلاق هذه المساعدات ودخولها إلى المركز المركز للخدمات اللوجستية وكيفية تخزينها تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين. صحيح، وإحنا في استمرار مستمر لدور المصري لإغاثة أخواننا في فلسطين. بشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. وما زلنا في الشأن الفلسطيني. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة ومختلفة من قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة، وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوى، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. ولم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة الإسرائيلية. هذا وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 27,947 شهيدا و67,459 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال معارك في قطاع غزة. يأتي ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 عسكريين بجروح خطرة خلال المعارك، لافتة إلى اعتراض هدف مشبوه قرب مدينة حيفا. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمنطقة الشرق الأوسط كشفت عمق الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن زيارة بلينكين أظهرت انعدام ثقة الإدارة الأمريكية وقلة صبر واشنطن تجاه نتنياهو. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد خلال اجتماع مجلس الحرب الجيش الإسرائيلي وتقدمه البطيء في غزة لتحقيق الأهداف المعلنة. وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو احتج خلال اجتماع مجلس الحرب على سحب الجيش عددا من الأولوية المقاتلة في قطاع غزة. كما حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من خطورة استمرار توسع دائرة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ما لم يتم العمل على تحقيق حل دولتين بشأن القضية الفلسطينية. وأكد فيدان أنه لا يمكن تبرير المجازر التي ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لافتا إلى ضرورة العمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع. قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سيكلتون إن إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير وعلى مستوى نادر لم يشاهد مثله في التاريخ الحديث. وأضافت سيكلتون أنه لا يوجد طفل في غزة خال من الخوف والألم والجوع في ظل الحرب الدائرة. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن التقديرات تشير لدفن أكثر من 7,000 شخص تحت الأنقاض، بينهم عدد كبير من الأطفال، مما يرفع العدد الإجمالي للضحايا لأكثر من 100,000 شخص، بالإضافة إلى الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وأهليهم. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى أن ما لا يقل عن 17,000 طفل أصبحوا منفصلين عن والديهم، وأصبح كل الأطفال البالغ عددهم 1,200,000 بحاجة إلى المساعدة للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي. طلبت دولة نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وأشارت نيكاراغوا إلى أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تابعة ونابعة من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع دول الأطراف.
في اصطفاف دولي جديد ضد إسرائيل، طلبت نيكاراغوا رسمياً الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفق ما أعلنت عنه أعلى محكمة في الأمم المتحدة، معتبرة أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية. وكانت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم الانضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها في غزة التي شنتها في 7 أكتوبر الماضي. وقال بيان صادر عن محكمة العدل الدولية إن نيكاراغوا في طلبها للحصول على إذن بالتدخل ذكرت أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف. وقبل أسبوعين أصدر قضاة المحكمة قراراً بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل، قائلين إنه يتعين عليها منع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد حماس، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إنهاء القتال. ودعت نيكاراغوا في طلبها إلى الحكم بأن إسرائيل انتهكت وما تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ودعت إلى وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم. قرار محكمة العدل الدولية بعدم رفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل حفظ ماء وجه المجتمع الدولي وجاء انتصارا للعدالة وقوبل بارتياح فلسطيني وإشادات دولية. قرارات تاريخية اتخذتها المحكمة وإن لم تكن كافية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حيث أمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، مؤكدة أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل ويضعها في قفص الاتهام. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بعد التحية دكتور إكرام، كيف ترى إعلان نيكاراغوا انضمامها لدعوة الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وكيف يؤثر مثل هذا التوجه على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي؟ وإن أيضا التأكد من أن الجيش الإسرائيلي لا يرتكب الأعمال المخالفة للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني والالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفي أيضا نقطة هامة، أن إسرائيل عليها أن تقدم تقرير إلى المحكمة عما اتخذته بشأن هذه الإجراءات المؤقتة في فترة لا تتجاوز شهر. إذن كل دي بعوامل أو مؤشرات بتعكس ضعف الموقف القانوني لإسرائيل أمام المحكمة، وأيضا شيء إيجابي أن تنضم إلى هذه الدعوة دولة نيكاراغوا. وأيضا أنا عاوز أقول أنه متوقع أن تنضم دول أخرى سواء في مستقبل المنظور أو في فترة لاحقة، وده بيعني أيضا أن في تغيرات بتحدث. نعم، على ذكر انضمام دول جديدة لهذا التوجه، مثلما قلت وذكرت دكتور إكرام، هناك ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العدوان على قطاع غزة. هل تقترب من نهاية أو نقترب من نهاية المأساة الإنسانية التي يشهدها فلسطيني وقطاع غزة في هذه الأيام؟ والله طبعا احنا نقدر نقول ان في ضغوط تتمثل في شكل تصريحات. يعني بعض الدول اعلنت او كده، انما لم تتخذ اجراءات من حيث الواقع العملي تدار بها اسرائيل من جانب يعني هذه الدول. وبالتالي يعني هو في السياسه دايما المهم ما يحدث على ارض الواقع وليس مجرد تصريحات، انما احنا ممكن نقول وبشيء من المصداقيه إن في تغيرات حدثت في المجتمع الدولي، في تغيرات حدثت في مواقف بعض الدول وحتى الدول التي كانت تؤيد إسرائيل على طول الخط. إنما الأكثر أهمية أن تمارس ضغوط على الحكومة الإسرائيلية بهدف إنهاء هذه المجزرة، خليها نسميها، وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية. وللأسف بعد قرار المحكمة الدولية الأخير، وعلى الرغم من وجود كل هذه الضغوطات الدولية الكثيرة على إسرائيل وإدانتها أصلا بما تقوم به من عنف وتهجير للفلسطينيين، رأينا عدم ثقة أو عدم
من رئيس الوزراء الإسرائيلي، رأينا عدم مجابهة هذه الظروف أو هذه القرارات، وقرر إنشاء 7000 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية على رغم كل هذه القرارات. فعلا، ودي اللي بنسميها المفارقة أو نعم. الشيء الغريب في الموضوع، رغم ما اتخذته المحكمة من قرارات وألزمت إسرائيل بتقديم تقرير وكل هذا الكلام، واللي احنا بنقول عليه فيه تغيرات حدثت ايضا في مواقف بعض الدول، انما نلاقي بعد المحكمه وقراراتها ان اسرائيل تستمر في نفس المخطط العدواني ضد غزه، تستمر في انشاء مستوطنات، وكل ده بيخالف قواعد القانون الدولي. نعم. عاوز اقول ان اسرائيل ما كانت تستطيع القيام بما تقوم به لولا انها تلقى تأييد على طول الخط من بعض الاطراف الدوليه وبعض الدول الكبرى. وبالتالي يعني المتوقع هنا لكي يحدث تغير في الموقف الإسرائيلي وبطريقة إيجابية من وجهة النظر العربية ومن وجهة النظر الفلسطينية، يتطلب الأمر أن تمارس هذه الأطراف المؤيدة لإسرائيل على طول الخط وخصوصا الولايات المتحدة، أن تمارس نوع من الضغوط على إسرائيل لإلزامها بإيقاف هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والمخالفة لحقوق الإنسان والتي تخالف قرارات الشرعية الدولية. بالتأكيد دكتور إكرام، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال ووسط قطاع غزة بسبب نقص الغذاء. وأوضح المفوض العام للأونروا فيليب لاذريني أن آخر مرة سمح فيها للوكالة بتسليم إمدادات إلى المنطقة كانت قبل أكثر من أسبوعين، وأن نصف طلبات بعثات الأونروا لإرسال مساعدات إلى الشمال تم رفضها. وأضاف أن الأمم المتحدة حددت مناطق يعاني أهلها من الجوع في شمال غزة، لافتا إلى اعتماد ما لا يقل عن 300 ألف شخص يعيشون في المنطقة على مساعدات الأونروا للبقاء على قيد الحياة. دعت المديرة التنفيذية لليونيسف إلى عدم التصعيد في مدينة رفح الفلسطينية في ظل وجود أكثر من 600 ألف نازح فيها. وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسف أن تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر في الحرب، بما قد يؤدي أو يودي بحياة الآلاف من المدنيين. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة خارج المدارس في غزة. وأضافت الأونروا أن أطفال غزة ينتظرون مستقبلا صعبا، وأن الخسائر في صفوفهم مأساوية عقب 4 أشهر من الحرب الوحشية. كما أشارت إلى أن استمرار الحرب يعمق الأزمات في قطاع غزة، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لليوم 26 بعد 100 على التوالي يعاني أهالي غزة من العدوان الإسرائيلي على القطاع. يأتي ذلك في وقت لم يجد فيه أهالي القطاع أساسيات الحياة، بل يواجهون أوضاعا شديدة القسوة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية. لا يزال القصف مستمرا، والشهداء الفلسطينيون في ازدياد، وعائلات بأكملها تختفي من الحياة، ومن يبقى لا يجد المأوى والمأكل ولا شيء من أساسيات الحياة. إنها غزة
التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي لليوم 26 بعد المئة. ففي وسط وشمال قطاع غزة تبدو الأوضاع شديدة القسوة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية. الأهالي في تلك المناطق لا يأكلون الطعام المعروف في أبسط صورة مثل الدقيق والخبز، لكن يأكلون الأعشاب التي تنبت في الشوارع بسبب الأمطار التي هطلت مؤخرا على القطاع. كما أن الأطفال والنساء يمثلون النسبة الأكبر من قرابة 28,000 شخص استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي. مع نزوح 1,000,000 من سكان غزة من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي بحثا عن ملاذ آمن في مدينة رفح، انتقلت 5 عائلات إلى مزرعة للدواجن يعيشون بين جدرانها الخرسانية الطويلة، ويحولون أقفاص البطاريات إلى أسرة بطابقين. اليوم إحنا عايشين في مكان وأهل الحيوانات تعيش فيه، بس للأسف إحنا زلنا لمستوى إنه أقل من الحيوانات. في مكان زي هذا الحيوانات بتكون موجودة، في ناس تعتني فيها، تطعميها، تأكلها، تشربها، بس إحنا للأسف زلنا لأدنى مستوى إنه ما حد مهتم فينا، وأدنى مستوى من الحياة اللي الحيوانات بتعيشها. ولكن مع مرور الوقت تعين على أفراد تلك الأسرة أن يتقبلوا الأمر الواقع ويرضوا بأن تكون هذه المزرعة منزلهم لفترة أطول. اضطرينا نيجي هنا لأنه إحنا عائلة كبيرة، 27 نفر، 4 عائلات 5 عائلات. بعد ما طلعنا من الشيخ رضوان تقلنا على الزوايدة بسبب القصر، يدورنا مكان تاني ما لقيناه. هذا هو حال أهالي غزة للشهر الرابع، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب، من خان يونس وصولا إلى رفح المتكدسة بالسكان. فالقصف لا يتوقف، والأهالي يفقدون أحباءهم المتبقين واحدا بعد الآخر. شارك آلاف الأردنيين في محافظات مملكة كافة للجمعة 19 على التوالي في وقفات ومسيرات دعما لفلسطين ورفضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وانطلقت مسيرة حاجزة عقب أداء صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، وندد المشاركون بالجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال في قطاع غزة، داعين لتحرك عربي ودولي فاعل يوقف العدوان. طلبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول التي دعمت إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس، طلبتها بالضغط على إسرائيل لوقف هجومها الكارثي على مدينة رفح الفلسطينية. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن تلك الدول باتت تضيق ذرعا مما ترتكب إسرائيل من مجازر جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتدمير قطاع غزة بشكل شامل. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استحقاق الضغط على إسرائيل لمنعها من ارتكاب هذه الجريمة يقع بشكل أساسي على عاتق الدول التي لا زالت تؤمن بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أفادت وسائل أعلام رسمية سورية بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. يأتي ذلك فيما أشارت وسائل أعلام إلى أن الهجوم استهدف مطار المزة العسكري في ريف دمشق. أفادت وسائل أعلام تابعة للقوات الحوثي أن العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بعدد من الغارات منطقتي الكثيب والجبانة. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم شن 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر. بين الردع أو مواصلة الدفاع عن النفس في البحر الأحمر، أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، يواصل الغرب شن مزيد من الضربات ضد أهداف لقوات الحوثي في اليمن. وفي أحدث تطور، أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة المركزية الأمريكية شنت 7 ضربات للدفاع عن النفس ضد 4 زوارق مسيرة تابعة لقوات الحوثي و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على سفن في البحر الأحمر.
الأحمر. وعقب نشر بوارج أمريكية وبريطانية وفرنسية في المنطقة، سارعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري يضم أكثر من 20 بلدا لحماية حركة الملاحة، فيما كثفت دول غربية تحذيراتها لقوات الحوثي في اليمن. وفي إطار خطط برلين للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين في اليمن التي تعيق حركة التجارة، أبحرت فرقاطة تابعة للبحرية الألمانية باتجاه البحر الأحمر. السفينة هيسن انطلقت من ميناء فيلمليسهافن في بحر الشمال لتنضم إلى مهمة بحرية أوروبية ستنطلق قريبا لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. واعتبر جان كريستيان كاك نائب الأميرال بالبحرية الألمانية أن مشاركة الفرقاطة الألمانية في المهمة تحدي مهم للغاية. جان كريستيان كاك أكد أن الفرقاطة تستطيع التعامل مع هجمات محتملة بصواريخ ومسيرات وزوارق انتحارية يتم التحكم فيها عن بعد، وحتى الآن تستمر مهمتها حتى شهر أبريل. وشنت قوات الحوثي على مدى الأسابيع الماضية أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر. وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية بحسب غرفة الشحن الدولية. وقد تسببت هذه الهجمات في مضاعفة كلفة النقل نتيجة تغيير 18 شركة شحن على الأقل مسار سفنها حول جنوب إفريقيا وفق ما أعلنته الأمم المتحدة. أعلنت الإمارات أنها نجحت في التوسط للإفراج عن 100 أسير حرب من روسيا مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني. وأكدت الخارجية الإماراتية استعداد الإمارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة. اتهم الكريملين أوكرانيا بقتل العديد من المدنيين في ماريوبول، مؤكدا أنه لم يراجع بعد تقديرات لمنظمة هيومن رايتس واتش بأن 8000 شخص على الأقل قتلوا في المدينة. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين إن القوات الأوكرانية استخدمت المدنيين في ماريوبول دروعا بشرية وأطلقت النار عليهم، ولم يشر إلى أي أدلة تدعم هذه الاتهامات التي سبق وأن نفتها كييف. من جهة أخرى قال الكريملين إنه يعتقد أن تغيير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية لن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن تعيين ألكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة بدلا من الجنرال فاريلي زالوغوني. أعلن الجيش الروسي اعتراض 19 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل في اتجاه 4 مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود. هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت المسيرات في المناطق، موضحة أن الطائرات المسيرة الأوكرانية كانت تستهدف منشآت للطاقة. يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم في واشنطن. ومن المقرر أن يطالب شولتز بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في خضم خلاف حول التصويت على حزمة جديدة في الكونغرس الأمريكي. وقبل بدء زيارته دعا شولتز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى بذل مزيد من الجهد، معتبرا أن الالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن غير كافية.
فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيفادا، ويعد فوز ترامب بولاية نيفادا هو الثالث بعد الفوزين المحققين سابقا في ولايتي أيوا ونيو هاشمير على التوالي، مما يزيد من فرصته لكسب ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات العامة في نوفمبر القادم. يبدو أن طريق الرئيس السابق دونالد ترامب ممهد لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، إذ عزز ترامب أفضليته في السباق بتحقيقه فوزا سهلا في انتخابات المجالس الشعبية التي أجريت في ولاية نيفادا. وكان ترامب المرشح البارز الوحيد على بطاقات الاقتراع التي صوت بها أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة. وأظهرت النتائج الأولية أن الرئيس السابق حقق فوزا كاسحا في مقابل منافسه الوحيد وهو رجل أعمال من مدينة تكساس. وأكدت شبكات التلفزة الأمريكية أن ترامب سيحصل على أصوات جميع مندوب الحزب عن الولاية. وكانت هذه ثاني عملية اقتراع تمهيدية للجمهوريين في نيفادا هذا الأسبوع، حيث أقيم اقتراع عادي الثلاثاء حلت فيه المنافسة الجدية الوحيدة لترامب نيكي هيلي في المركز الثاني في خيارات المقترعين خلف لا أحد من هؤلاء المرشحين، وهو ما يعد ضمنيا تصويتا لصالح ترامب، إلا أن هذا التصويت لن يتم أخذه في الاعتبار، إذ إن اللجنة المحلية للحزب الجمهوري أكدت منذ أشهر أن أصوات المندوبين ستحتسب بناء على التصويت الذي أجري الخميس. ويتقدم ترامب بفارق كبير على هيلي في السباق الجمهوري، ويتوقع أن يعزز أفضليته بشكل إضافي في انتخابات ولاية كارولينا الجنوبية التي تنحدر منها السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة. وشددت هيلي في وقت سابق على أنها لن تنسحب من السباق على رغم أن نتيجته تبدو محسومة لصالح ترامب، وقالت أمام مهرجان انتخابي في كاليفورنيا إنها باقية على المدى الطويل، مضيفة أن الأمر سيكون فوضويا ومؤلما وسيترك بعض الكدمات، لكن في نهاية المطاف فهي لا تمانع تلقيها إذا وقفوا بجانبها على حد تعبيرها. فوز ترامب بولاية نيفادا يعد الفوز الثالث له بعد الفوزين المحققين سابقا في ولايتي أيوا ونيو هامشير على التوالي، ويزيد من فرصه لكسب ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل بعد انسحاب جميع المرشحين المنافسين واقتصار المنافسة حاليا على مرشحة الجمهورية نيكي هيلي. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي تقريرا مفصلا أعدته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حول جهود الهيئة لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية، حيث أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتعظيم جهود الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وسرعة معالجة أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لجميع الشكاوى والطلبات في ظل التحديات الراهنة لتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، حيث أكد ضرورة إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات وشكاوى الطوارئ لسرعة معالجتها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلا عن الاستجابة للبلاغات وشكاوى المرتبطة بمحاولات التلاعب بأسعار وجودة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها بتنفيذ الحملات اللازمة لإنفاذ القانون. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ندوة توعوية لعدد من المزارعين بمحافظة الشرقية تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية المرحلة الثانية. يأتي ذلك ضمن مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف للحديث عن المعاملات الأولية لمحصول القمح والنهوض بها.
في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك من منطلق حرصها على تطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين، نظم التحالف الوطني ندوة توعوية لعدد من مزارعي قرية قطيفة مباشر الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية. مبادرة إزرع في مرحلتها الثانية اللي بتضم 16 محافظة للوصول لمساحة 1,000,000 فدان لخدمة 500,000 من أهالينا المزارعين. موجودين النهاردة، انتهت المرحلة الأولى من توزيع التقاوي وبنصف التكلفة. الندوة تأتي ضمن مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني للحديث عن المعاملات الأولية للمحصول القمح للنهوض به من خلال لقاء مع المزارعين للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة والخدمات التي تقدم لهم. المبادرة بتوفر تقاوي للمزارع بنص الثمن. المبادرة في الفترة دي وفرت حوالي تقاوي 20,000 فدان تم زراعتهم بالمحافظة الشرقية. المبادرة على مستوى الجمهورية في 16 محافظة في صدد أنها تدخل في حوالي 1,000,000 فدان، زرعت 1,000,000 فدان على مستوى الجمهورية. وسعيا لمناقشة تساؤلاتهم وحل مشكلاتهم، تم الاستماع إلى المزارعين خلال الندوة مع التعرف على مدى استفادتهم من المبادرة. استفدنا من المبادرة أن احنا خدنا القمح بنص سعر وبيتابعونا طبعا، الزراعة بتتابعنا، وكان النهاردة الأستاذ ريمون معانا والناس كلها كانت موجودة بيسألوا أي استفسار على أي حاجة. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة إزرع في نوفمبر من عام 2022 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف تحسين دخل 100,000 من صغار المزارعين مع توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. وصلنا لختام نشرة الثالثة، ولم يتبقى لنا سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئاسة الجمهورية تصدر بيانا بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة. نيكاراغوا تعلن رسمية الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ونتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلي لتقدمه البطيء في غزة. القوات الأمريكية تشن 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة لقوات الحوثي و7 صواريخ كروز مضادة للسفن. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.